عيون اليعسو والمعجزة التي تحملها هذه الكائنات الحية في عالم الحشرات تعتبر واحدة من أكثر الأعضاء التي تثير الإعجاب والتقدير لدى العلماء والباحثين. فلنكتشف سويا سر هذه العيون المدهشة، حيث تتميز عيون اليعسو بأنها تتكون من العديد من العيون الصغيرة المعروفة باسم عيون مركبة، حيث تعتبر كل عين صغيرة هي وحدة بصرية كاملة بذاتها تتميز بقدرتها على جمع الضوء وإنشاء الصورة، ويصل عدد هذه الوحدات البصرية إلى أكثر من 30,000 وحدة. ومن خلال هيكلتها المركبة يمكن اليعسو برؤية العالم من جميع الاتجاهات دون الحاجة لتحريك رأسه. هذه الميزة تعطي اليعسو ميزة كبيرة في صيد الفرائس وتجنب الأعداء، كما أنها تعطي له القدرة على اكتشاف الحركة بشكل استثنائي، مما يسمح له بتتبع الأعداء بسرعة ودقة حتى في البيئات المزدحمة. ليس هذا فقط، فعيون اليعسو تمتلك فائدة إضافية أخرى، وهي قدرتها على الكشف عن الضوء البنفسجي وتمييز الألوان القريبة من الألوان الأولية. وهذه القدرة تمنح اليعسو قدرة فريدة على تحديد الألوان وتفاصيل العالم من حولها. لذلك تلهم عيون اليعسو العلماء والمهندسين لاستخدامها كنموذج في الابتكارات الحديثة. فقد طور فريق من المهندسين وعلماء الأعصاب نظاما للرؤية الآلية مستوحى من عيون ودماغ اليعسو، حيث يعتمد هذا النظام على خوارزمية لتتبع الأعداء بكفاءة عالية، وذلك في البيئات المزدحمة. ومن المثير للإعجاب أن هذا النظام يعمل بشكل أسرع من خوارزمية التتبع الهندسية المعتادة، وبالتالي يمكن استخدام هذا النظام في مجموعة متنوعة من التطبيقات مثل المراقبة والروبوتات ذاتية القيادة. وفي النهاية عندما نتأمل في عيون اليعسو ندرك أنها تمثل تصميماً مذهلاً ومعجزة من معجزات الخالق العظيم، حيث تظهر لنا هذه العيون الصغيرة الكم الهائل من التفاصيل والتكامل الدقيق في عالم الحياة، ولذلك تذكرنا بقدرة الخالق على خلق الأشياء المعقدة والمدهشة في هذا الكون الواسع. وفي النهاية ندعوكم للتأمل في هذه العيون المدهشة والتأمل في جمال وتعقيد الطبيعة المحيطة بنا.